السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف السادس، أهلا بكم مرة تانية مع وحدتنا التامنة واللي عنوانها In the Kindergarten. In the Kindergarten يعني في الحضانة. تعالوا يلا حبايبي نبتدي بدرسنا الأول واللي هو Conversation Time. تعالوا يلا نبتدي بالكلمات، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا الكلام ده موجود في صفحة 96 page 96. تعالوا نشوف يلا الكلمات. عندنا كلمة kindergarten 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 ودي معناها حضانة. board 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 يعني سبورة. letter letter يعني حرف. homework homework يعني واجب منزلي. chair 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 يعني كرسي. sorry عندنا دي adjectives يعني صفات. sorry sorry يعني آسف. easy easy يعني سهل. hard hard يعني صعب. عندنا كلمة hundred hundred يعني مية. عندنا كلمة how how يعني كيف. why why يعني لماذا. please 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 يعني من فضلك. تعالوا نشوف يلا حبايبي أهم البربوزيشنز والإكسبريشنز اللي هو مديها لي. on the board يعني على السبورة. on the board let me let me let me دعني. easy for يعني سهل لي. easy بتاخد حرف الجر. for I'm sorry يعني أنا آسف. pass out يعني يوزع. that's okay that's okay يعني حسنا أو لا عليك. come on come on هيا للتشجيع. good work good work يعني عمل جيد. clean the board clean the board يعني نظف السبورة. so did I يعني وأنا كذلك أو كذلك أنا. تعالوا نشوف حبايبي يلا تصرفات الافعال اللي هو مديها لي. عندنا كلمه write write طبعا الاي هنا سايلنت. wrote wrote no no يعني يعرف. الماضي بتاعها new new يعني عارفه. give up الماضي بتاعها gave up يعني يستسلم. let let الماضي بتاعها let برضو. show show showed showed. sit down الماضي بتاعها sat down get get الماضي بتاعها got got do do الماضي بتاعها did did come on come on الماضي بتاعها came on came on. تعالوا يلا حبايبي نشوف الافعال العاديه. عندنا كلمه help help الماضي بتاعها helped helped. clean cleaned clean cleaned. pass out passed out pass out passed out. تعالوا نشوف يلا اهم النوتس اللي هو مدهاني عن الدرس ده. طبعا عندنا كلمة please من فضلك come to the front. please come to the front يعني من فضلك تعالي للأمام. حبايبي الفعل دايما لما يجي في أول الكلام بيبقى فعل أمر وبيكون بدون أي إضافات. فأقول please come ما ينفعش أقول comes ولا coming. come to the board يعني تعالي للأمام. write the letter D on the board طبعا هنا برضو الفعل ده بقول عليه فعل أمر بدون أي إضافات. write يعني أكتب. ودايما لما الاقي الفعل في بداية الكلام في المصدر انطقه فعل امر ما انطقوش مضارع ولا ماضي. فهنا اقول اكتب حرف الدي على السبورة. I don't know how I don't know how يعني انا لا اعرف كيف. let me show you let me show you حبيبي كلمة let اللي معناها يدع او يترك لما يجي وراها مفعول الفعل وراها بيكون في المصدر. فحش اقول to يعني لما اقول let me to show ولا show ولا showing اقول له لا show. let me show شكل بالظبط لما اقول let me يعني دعني ويقول لي help ولا helps you يعني دعني اساعدك هقول له لا help. ليه؟ لان let me بيجي وراها مصدر الفعل بدون اضافات. طيب come on منى don't give up برضو ده come on فعل امر. طب don't ده نهي. لما اجي انفي فعل الامر دايما بنفي بكلمة don't وارجعه لاصله فاقول don't give up لا تستسلم. good work منى يعني عمل جيد يا منى. please help me pass out the homework برضو help لما يجي وراها مفعول بيجي وراها مصدر او to المصدر حبيبي يعني ممكن اقول help me pass or help me to pass out the homework. I got 100 يعني أنا جبت 100 من 100. تعالوا يلا حبيبي نشوف الكونفرسيشن بتاعتنا بتقول إيه. طبعا التيتشر بتتكلم مع منى فبتقول لها منى يا منى please من فضلك come to the front أهو بتأمرها بتطلب منها come to the front تعالي إلى الأمام. write the letter D on the board بتقول لها تعالي يا منى اكتبي حرف الدي على السبورة. فمنى قالت لها I don't know how والله أنا معرفش إزاي. ف
فمنى قالت I'm sorry Miss Dina. طبعا بتتأسف حبيبي لأنها مش عارفة تكتب. وخلي بالك لما اجي اتأسف على شيء أقول I'm sorry. I'm sorry Miss Dina. أنا آسفة يا Miss Dina. فميس دينا قالت لها That's okay. طبعا بتطمنها. ولما اجي اطمن واحد بيتأسف لي على حاجة بقول له That's okay. That's okay يعني لا عليك. Let me show you how. Let me أهو let مفعول جاب لي مصدر على طول. Let me show you how. It's easy. ده سهل خالص. فمنى بتقول لها No I can't. It's too hard. حبيبي أنا عارف إن 2 دي لما يجي بعدها صفة بيبقى معناها جدا. لكن لما تيجي في آخر الكلام بيبقى معناها أيضا. يبقى تاني لما أقوله too hard يبقى صعب جدا. قال لي too dangerous يبقى خطير جدا. لما أقوله too hot يبقى ساخن جدا. يبقى إذن 2 لما يجي وراها صفة هيبقى معناها جدا. فتيتشر قالت come on come on يعني هيا. ده عبارة للتشجيع. منى don't give up يعني لا تستسلمي. برضو don't حبيبي بيجي وراها مصدر الفعل بدون إضافات. فمنى بتقول hey I can do it لما عرفت بقى تكتبها وهي علمتها ازاي. فطبعا فرحت جدا وقالت hey I can do it. فالتيتشر قالت لها good work تشجيع عمل جيد يا منى. Please sit down. من فضلك اقعدي. بعد ما قعدت منى بقى حبيبي جابت المدرسة الأوراق بتاعت الاختبار عشان توزعه وطلبت من جودي الطلب ده. جودي يا جودي Please help me pass. يبقى help مفعول يجي وراها مصدر pass أو to pass يعني ساعديني. Pass out وpass out معناه يوزع. The homework حسن يا حسن. وقلنا حبيبي الاسم لما يجي في الأول وبعد كومة يبقى منادى مش فاعل. حسن clean the board please يعني نظف السبورة من فضلك. فالبنت بتقول لزميلها what did you get what did you get سؤال في زمن الماضي يعني انت حصلت على كام. فقال لها I got 100 انا جبت 100 من 100. فمنى قالت ياي so did I لما اجي اقول وانا كمان حبيبي عملت حاجة في الماضي اقول so did I وكذلك انا. هنا بقى في الجرامر حبيبي جايب لي الكلام اللي احنا قلناه. قلنا فعل الامر حبيبي بيكون في المصدر بدون اي اضافات يعني مو write the letter يعني اكتب. هنا ما ينفعش اقول writing ولا writes ولا اي تصريف تاني غير المصدر. write the letter دي on the board. clean the board please يبقى برضو مصدر. طب لما اجي انفي يبقى هنا المصدر بنفيه بكلمة don't وبرجعه لاصله. فقال لي don't give up لا تستسلم. don't make noise يبقى لما اقول don't gives اب اقول لنا ايه حبيبي هتقول لي لا مستر جيف لان دونت بي جوره مصدر. دونت ميك نويز يعني ما تعملش ضوضاء. قلنا حبيبي ان تو لما يجي ورا صفه بيبقى معناها جدا اكتر من اللازم. لما اقول ذا كويستشن از تو هارد يعني صعب جدا. ذا تي از تو هوت يبقى ساخن جدا. ذا شيرت از تو اكسبنسيف يبقى غالي جدا. طبعا صدد مع الفعل حبيبي معناها وكذلك فعلت الشيء. I went to the cinema عايز اقول وانا كمان فاقول so did I بس على شرط يكون الكلام اللي اتقال في الماضي. I got 100 يعني انا جبت 100 so did I يعني وكذلك انا. قلنا حبيبي ان let والمفعول بيجي وراها مصدر. فlet me اقول help ما ينفعش اقول helps ولا helping. let me show you how يعني دعني اريك كيف. تعالوا يلا حبايبي نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على لسن 1. طبعا السؤال الاولاني شكل ما احنا عارفين سؤال listening سؤال الاستماع. المفروض ان انا بستمع وبعدين بختار الاجابه الصحيحه من كل نمبر. السؤال الاولاني بيقول لي can you write the letter m on the board يعني ممكن تعرف تكتب حرف الام على السبوره. فقال I don't know how I don't know how يعني ما اعرفش ازاي. فاذا دي b. نمبر 2 بيقول لي what did you get I got 100 فين حبايبي I got 100. نمبر 3 بيقول لي what's the girl doing يعني ماذا تفعل البنت. قال لي she is writing the letter D. she is writing the letter D فين what's the girl doing هتقول لي A. طيب نمبر 4 بيقول لي is it easy for Hisham to write the letter D is it easy for Hisham to write the letter D yes it is ادي السؤال بتاعنا is it easy for Hisham to write the letter D. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف السؤال الثاني ودي محادثة بين التيتشر ومنى ونفس الكلام هي برضو listening. منى please come to the front and write the letter D on the هقول له on the board يعني على السبورة.
I don't know how. I'm sorry, Miss Dina. That's okay. Let me show you. Can you write it? يعني هل تستطيع ان انت تكتبي؟ No, I can't. It's too hard. يبقى ناقص عندي كلمة hard. Come on, Mona. Don't give up. Hey, is it right? يعني هل هذا صحيح؟ Good work, Mona. Please sit down. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الثالث. Bullet choose the correct answer from A, B, C, or D. A is a school for every young children. طبعا هي مدرسة للأطفال الصغار فأكيد هي الكيندرغارتن يعني الحضانة. Number two, بقولي I got 100 يعني أنا حصلت على 100. So AI قلت لما أقول وأنا كمان هقول so did I. لأن الكلام طبعا ده في الماضي. Number three, بقولي هدى help me pass A the homework. طبعا قلنا يمرر أو يوزع اسمها pass out. Number four, بقولي write the letter C A the board. أكيد على السبورة اسمها on the board. Number five, بقولي منى please come to the front, write the AD on the board. هقول write the letter D. Letter D يعني حرف AD. Number six, بقولي my mother won't let Hatim a football. قلت حبيبي let مفعول بيجي وراها مصدر فبالتالي play football. Number seven, بقولي I can't write that word. مش قادر اكتب الكلمة دي. It's too, أكيد hard. Hard حبيبي يعني صعب. Number eight, to the front Mona. طبعا فعل الامر قلنا بيكون في المصدر بدون اضافات يبقى come to the front Mona. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الرابع. المفروض ان انا بطلع الكلمه المختلفه واحط كلمه شكل الباقي. easy, hard, letter and sorry كلها حبايبي صفات ما عدا كلمه letter. طبعا هشيلها واحط اي صفه شكل happy. يعني ايه happy؟ سعيد. منى, جودي, حسن and دينا. طبعا كلهم بنات ما عدا حسن ده ولد. احط بقى اي اسم. هنا لازم يكون اسم بنت. write, come, clean, got. طبعا لو بصينا حبايبي على الافعال هلاقي كلها مضارع ما عدا got. got دي ماضي وخليها get يعني خليها مضارع. school, how, home, zoo. طبعا حبايبي لو بصينا هنلاقي كلها اماكن ما عدا how. how دي اداه استفهام اجيب مكان بقى اي مكان حبايبي شكل مثلا hospital. hospital يعني مستشفى. kindergarten, hospital, park and 100 نفس الكلام كلها places اماكن ما عدا 100. 100 دي حبايبي بمعنى 100 و100 دي رقم. يبقى انا عايز اجيب مكان مثلا هجيب زو. اختار مكان من اللي فوق زو. تعالوا حبايبي يلا نشوف القطعه بتاعتنا. بقول yesterday miss hanan asked huda to come to the front. طلبت من هدى ان هي تيجي الى الامام. she wanted huda to write the letter m on the board. كانت عايزه هدى تكتب حرف الام على السبورة. هدى said she didn't know how. يعني هدى قالت ان هي ما تعرفش ازاي. مس هنان didn't want هدى to give. ما كانتش عايزة هدى انها تقلع ولا تستسلم. she showed هدى how to write the letter M. طبعا ورت لهدى ازاي تكتب حرف الام. it was easy. كان سهل. هدى was happy. مس هنان was also happy. ومس هنان كانت سعيدة ايضا. بقولي مس هنان and هدى where. طبعا بقولي at home, at the zoo, on the beach ولا in the kindergarten. اكيد in the kindergarten. Miss Hanan is a اكيد teacher وteacher بمعنى مدرسة. Number three, بولي what did Miss Hanan want Huda to do. يعني كانت عايزة هدى تعمل ايه. طبعا شكل ما احنا شايفين to write ان هي تكتب the letter M on the board. يعني هي تكتب حرف الام حبيبي على السبورة. السؤال اللي بعده حبيبي بيقول لي what did miss Hanan show هدى. يعني ورت هدى ايه. يبقى هقول she showed her يعني ورتها how to write the letter m. يعني حبيبي ورتها ازاي تكتب حرف الام. طبعا هنا حبيبي الباراجراف واللي يتكلم عن our kindergarten teacher يعني مدرسة الكيندرغارتن. طبعا هنا حبيبي اول ما اكتب باراجراف شكل ده لازم ابدأ بالجملة دي. I liked our kindergarten. يعني انا حبيت الكيندرغارتن بتاعتنا. وابدأ اقول بقى مين اللي كانت مدرسة في الكيندرغارتن كلاس. يبقى اقول مثلا مس سارة
was our kindergarten teacher. عايز اقول ان هي كانت لطيفة فهقول she was very nice. اكيد هقول علمتنا حاجات كتير يبقى she told الماضي بتاع teacher حبايبي us many things. اكيد هقول علمتنا ان احنا نقرا ونكتب يبقى she told us how to read and write. يعني علمتنا ازاي نقرا ونكتب. طبعا عايز اقول ان هي كانت بتلعب معانا العاب يبقى هقول she played games with us. يعني كانت بتلعب معانا العاب. عايز اقول ان هي كانت بتبتسم لكل الناس في الفصل يبقى she smiled to everyone in the kindergarten. عايز اقول كل الاطفال كانوا بيحبوها يبقى all the children liked her. يعني كل الاطفال كانوا بيحبوها. انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا عن our kindergarten teacher. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بيقول لي جيت عادل what did you. طبعا عادل هنا قبل كوما يبقى هيجي في الاخر يبقى هقول what did you get عادل. يعني جبت قد ايه عادل. number 2 help us me the homework can you out. عايز اقول ممكن تساعدني ان انا اوزع الواجب يبقى هقول can you help me pass out the homework. يعني ممكن تساعدني ان انا امرر الواجب او اوزع الواجب. طبعا give up don't هدى up. طبعا هدى برضو منادى في الاخر يبقى هقول don't give up هدى. يعني اوعى تستسلمي يا هدى. for the clean please board. طبعا هقول clean the board please. يعني نظف السبورة من فضلك او نظف السبورة من فضلك. تعالوا حبايب يلا نشوف اخر سؤال معنا في درسنا وسؤال punctuation. بيقول لي come to the front. هلا طبعا السي بتاعت come لازم تكون capital في اول الكلام. to the front ليلى. ال بتاعت ليلى طبعا capital عشان ده اسم شخص. وفي الاخر حبايبي كده كده الفلاس توب موجودة. can you write the letter C on the board. طبعا C بتاعت can capital في اول الكلام. you write the letter C on the board. وفي الاخر طبعا احط question mark حبايبي عشان ده سؤال. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد واستنونا في الدرس التاني ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.